طبعا هذا الشلال اسمه شلال وادي الأسماء، غرب محافظة محايل تقريبا شمال غرب، بعد ما تطلع من قرية الطحاحين غربا تلاقي الوادي على يسارك، تنزل في الوادي وتستمر في طريق صراحة وعر حتى انك توصل لموقع الشلال. طبعا الشلال موقع جميل والوادي جميل ما شاء الله، فيه موية وفيه الأرض خضرة ما شاء الله. موقع الشلال مثل ما تشوفون في بجانبه جلسة، اللي يجي أول واحد يستفيد من الجلسة هذه. صراحة موقع جميل جدا وممتع، مشجع للزيارة، ولكن لا ننصح إلا بسيارات كبيرة، يعني سيارات دفع رباعي، سيارات صغيرة ما توصل المناطق هذه. مكان جميل صراحة مثل ما تشوفون، الشباب مستمتعين، سباحة وأجواء طيبة، واللي قاعد يجهز الفطور واللي مستمتع بالجو يصور، المهم مكان ممتع صراحة.